البنك الاستثمار القومي احنا سددنا يعني سوينا معظم المديونيات، المديونيه الوحيده المتبقيه متعلقه بالاتفاق الايطالي بتاع بنك اسكندريه، اللي هو مديونيات كانت على اللي كل البقية الشركات، كانت على كل الشركات القابضه، يعني نقلت الدائنيه من بنك الاسكندريه الى بنك الاستثمار القومي، والمديونيه من الشركات التابعه للشركات القابضه عموما. هذه المديونيه يعني الجاري تسويتها مع مش فاكر 2.7 او 2.9 من 10 مليار حاجه، مش متذكر دلوقتي. تم تسديده البنك الاستثمار؟ لا، ما هو اللي ما تم سداده في اطار مديونيات اخرى، يعني كانت وصلت في بعض الاحوال ل 5.8 مليار تم تسويتها في الشركات التابعه وشركات وفي مديونيه بنك الاهلي وبنك مصر تم تسويتها. احنا ما عندناش مديونيات، احنا بالعكس احنا من الشركات القليله اللي كمان اللي مش مديونه خالص وزاره الماليه، بالعكس احنا لينا فلوس عند وزاره الماليه من بعد وزاره القطاع الاعمال، بنقوم بجهود عشان نسوي مديونيه. الشركه الوحيده حاليا اللي عندها مديونيه مع الغاز والكهرباء حديد والسوق، فانا ما اعتبرش بسوي مديونيه محفظه، انا بسوي مديونيه شركه. هناك رصيد جيد من الأصول يمكن استغلاله على بأشكال مختلفة بأشكال مختلفة، وهذه الأصول لا أستطيع أن أصفها بأنها غير مستغلة في الغالب، هي أصول تستغل بشكل يمكن استغلالها أفضل بشكل أفضل. الشركة الحقيقة بتنتج إنتاج هزيل جدا بالنسبة لطاقتها والتاريخها، الشركة موجودة من 47، يعني شركة من أيام الملك، بتنتج حوالي 50,000. احنا عملنا مشروع جديد دلوقتي بنوقع عقده عشان نرفع الانتاجيه ل 300,000، ده اول تطوير، يعني ده اول جانب من التطوير. الجانب الاخر طب متعلق ب استثمارات كام يعني؟ احنا كنا اعلنا عن موضوع الفرنين، ده فرنين، يعني الفرنين اجمالي تكلفتهم مش هتزيد عن 15 مليون دولار. افران اندكشن هتقوم بعمليه انتاج البلت من الخرد، اصل انت لسه تخلصي المرحله الاولى بعدين تبتدي تتكلمي في المرحله الثانيه. الكلام في المرحله الثانيه هيشمل بقى النسب، هيشمل طريقه الطرح، هيشمل الحصه، هيشمل التقييم. وكان احنا بشكل كبير ما بنعتمدش على يعني فيما سبق، يعني لم يكن هناك اعتماد كبير على التمويل المصرفي، فالامور كانت يا اما تمويل ذاتي يا اما اساليب او اشكال مختلفه من التمويل، اللي هي كان بيبقى منها مثلا اوف تيكينج، او بيبقى منها تمويل شراكه، شكل من اشكال الشراكه مع يعني ممول مستثمر. البنوك طبعا مهمه، البنوك مهمه، واحنا دلوقتي بنبحث عن فرص تمويليه بالبنوك، لان احنا الشيتس بتاع شركاتنا التي تؤدي بشكل جيد خاليه تقريبا من القروض المصرفيه، ده بيدي لها فرصه كويسه انها تفتح خطوط ائتمانية.